عبد الله أبو زمع مدرب بهوية وطنية، قبل التحدي وتسلم مهمة تدريب الوحدات وأعلن عزمه على تكرار إنجازاته كلاعب ومساعد في صفوف الأخضر ليحقق الإنجاز الأخير كمدير فني. مهمة ليست سهلة، تلك التي قبل بها أبو زمع في دوري هو الأصعب منذ مواسم، حيث التقارب الفني في المستويات بين الفرق وصعوبة التكهن بنتيجة أي لقاء كانت هي من أبرز ملامح موسم 2013-2014. أبو زمع عاش في فترات صعبة خلال هذا الموسم، وتعرض لانتقادات لاذعة من قبل جماهير الوحدات بعد إهداره بعض النقاط وإصراره على إشراك العناصر الشابة في فريق الوحدات، مما دفع أبو زمع لتقديم استقالته مرتين، كانت الأولى بعد خسارته من ذات راس ذهابا، والثانية بعد خسارته أمام الصريح إيابا. إلا أن رغبة الإدارة بالإبقاء على أبو زمع وتجديد الثقة به حالت دون قبول الاستقالة ليستمر أبو زمع ويحقق اللقب الأغلى محليا ويرد الجميل إلى إدارته التي أعطته الضوء الأخضر للاستمرار. انتهى مشوار الدوري وبقيت مهمة الكأس بانتظار أبو زمع في تحدي جديد عندما يواجه ذات راس إيابا في الكرك الشهر المقبل. فهل يواصل الوحدات انتصاراته ويتأهل في الأدوار القادمة من هذه البطولة، أم أن مهمة أبو زمع ستتوقف عند التتويج باللقب المحلي الأغلى؟ فالإجابة مع صاحب الابتسامة عبد الله أبو زمع في الاستوديو. إليك الكلمة.